أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. المتأمل في هاتين الجملتين يجد أنه عليه الصلاة والسلام جمع النفعين الذي يصدر من المسلم لإخوانه المسلمين، نفع يصل إليهم بفعله، ونفع يصل إليهم بقوله. ومن ثم فإنه يتضمن أن يكف الإنسان لسانه وجوارحه عن إخوانه المسلمين من باب أولى. ولذلك في رواية الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر سئل عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين خير؟ فبماذا أجاب؟ وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. في رواية مسلم: أي المسلمين خير؟ في حديث أبي موسى في الصحيحين: أي الإسلام أفضل؟ سبحان الله، كف الإنسان لشره عن إخوانه بقوله وبجوارحه فيه فضل وخير. الفضل كثرة الثواب، الخير النفع. إذن هو جمع بين الخيرين، خيرية العدد لأنه قال أفضل، وخيرية الكيفية والصفة لما كان السؤال أي الإسلام خير.